وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور الشيخ صقر بن سلمان الخليفة رئيس الاتحاد الرياضي البحريني للمدارس والجامعات. أهلا بك دكتور في نشرة أخبار الثالثة. في البداية، ما أهمية التركيز اليوم على تطوير الرياضة في المدارس وكذلك الجامعات بالتعاون مع الشركاء وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الخطط والبرامج؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هناك العديد من البرامج اللي ننفذها مع العديد من الشركاء، سواء كانوا الشركاء من وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية والتعليم، الاتحادات الموجودة، وأيضا اللجنة الأولمبية البحرينية المعنية بفريق البحرين، أو نقول تيم بحرين أيضا. فالخطط من الآن إلى موعد البطولة العالمية إن شاء الله للمدارس راح تكون مرتكزة على رفع الاستعداد الفني لطلبة المدارس. وطبعا واحنا حاطين في بالنا ان العمر اللي راح يكون يعني من خلال المشاركة في بطولة العالم للمدارس هو الان سنتين قبل، فلذلك احنا يعني نشوف الاعمار الموجوده حاليا اصغر من السن الحالي للمشاركه، ولكنهم اللي ان شاء الله راح يكونون مستقبل رياضات ومنتخبات مملكه البحرين، ويكونون ان شاء الله تمثيل مشرف لمملكه البحرين والمنافسه والفوز ان شاء الله. نعم دكتور، نتحدث عن أهم المقومات الجاذبة التي تمتلكها مملكة البحرين والتي نالت إشادة دولية بشأنها مما مكنها من الفوز باستضافة دورة دولية مهمة، فما هي استعداداتكم لاستضافة هذه الدورة؟ نعم طبعا هناك بشكل واقعي يعني المنشآت الرياضية لما تنشأ تكون منشأة على الاشتراطات الموجودة في تلك الفترة، واحنا لله الحمد عندنا منشآت وعندنا يعني العديد من التجهيزات الجاهزه يعني للبطولات العالميه. وعندما قدمنا احنا الملف يعني قدمته في شهر 5 في فرنسا، ولله الحمد من بين الملفات اللي قدمت في اجتماع الجمعيه العموميه فازت مملكه البحرين بشرف الاستضافه. يعني تكلمنا عن عاملين، عامل الموجود وعامل التطوير اللي راح يكون موجود إذا كانت في هناك اشتراطات جديدة أيضا راح تكون هناك موجودة، ولكن في الوقت الحالي لله الحمد يعني المعنيين في إقامة في تطوير المنشآت كانوا حريصين أن تكون على أفضل شكل، ولذلك يعني لله الحمد فزنا في الاستضافة. الشيء اللي ودي أذكره أيضا أن من بعد الفوز بالاستضافة كانت رؤية سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد يعني صائبة في تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة أخي السيد إسحاق، معنية بالتجهيز وتنفيذ البطولة، وهذه يعني أعطانا إحنا في الاتحاد حرية للتركيز على تطوير والارتقاء بالجانب الفني. نعم. للفريق المشارك. ف صار في قسمين، قسم منفذين للبطولة وقسم يركزون فقط على التنفيذ، لأن أعمال الاتحادات الرياضية بشكل عام هناك أعمال فنية وأعمال إدارية، وإذا اختلطت الأعمال الإدارية والفنية فيعني الاثنين راح يضعفون، ولكن الحمد لله احنا في مملكة البحرين عندنا العقلية الموجودة اللي هو فريق متكامل، يعني الحمد لله بقيادة سيدي سمو الشيخ خالد الله يحفظه اللي أعطى كل جهة اختصاصها. نعم. للتركيز ويعني لرفع يعني اسم مملكة البحرين. صحيح. بين الدول كلها، وإن شاء الله من بعد 2024 راح يكون هناك صعوبة للدول الأخرى أن يكونون يستضيفون بالشكل. نعم. اللي إحنا إن شاء الله راح نستضيفه. نعم، نتمنى لكم كل التوفيق سعادة الدكتور الشيخ صقر بن سلمان الخليفة رئيس الاتحاد الرياضي البحريني للمدارس والجامعات. شكرا جزيلا لك.